ده بقى وقت الستوري او القصة. يعني في ستوري صغيرة هتظهر قدامك دلوقتي، هبدأ اقول الستوري دي وهتكلم فيها عن نفسي، وهيبقى مطلوب منك انك انت بعد ما تفهم كل حاجة في الستوري دي تعمل ستوري شبهها تتكلم فيها عن نفسك، هتشيل المعلومات الاساسية وتحط بدلها المعلومات الخاصة بحياتك انت. جاهز؟ يلا بينا. My name is Hatem. I'm married and have 3 kids, 2 daughters and 1 son. My daughters are 7 and 9, and my son is 12. They go to Quebec International School. It's a nice school. It's not far from my house, but they go by bus anyway. تعال بقى ناخد مع بعض جرعه جرامر او قواعد بسيطه كده علشان نتاكد انك بتعرف تعمل جرامر مظبوط في التوبيك او الموضوع ده. احنا دلوقتي او في التوبيك ده هنتكلم ازاي نسال عن العدد، ازاي نسال عن عدد افراد العيله، عدد مثلا اخواتك، عدد اصحابك، عدد اخواتك البنات، عدد خلانك، عدد ايا كان العدد، الحاجه اللي احنا بنسال عنها. فبتقول how many، فلما نيجي نسال نقول how many، عايزين مثلا نسال عن عدد اخواتك الولاد هنقول how many brothers، how many brothers do you have، how many brothers do you have، انت عندك كام اخ. انا هنا بسالك انت عن اخواتك انت. نفس الحكايه لو بسالك عن اخواتك البنات هقول how many sisters، how many sisters do you have، how many uncles do you have, how many cars do you have، بالشكل ده. طيب لو انا بقى عايز اجاوب السؤال ده هقول I لو حد سألك وقال لك how many brothers do you have هتقول I have 2 brothers، I have 3 brothers، I have 5 brothers، whatever ايا كان عدد اخواتك. نفس الحكاية how many sisters do you have، لو عندك اخت واحدة هتقول I have a sister، I have 1 sister، أو ممكن تقول I have 2 sisters، I have 3 sisters، وهكذا. طيب لو أنا بقى عايز أسألك أنت برضو بس مش عن إخواتك أنت، عايز أسألك عن إخوات حد تاني، حد مثلا من أصحابك، حد مثلا من قرايبك، فهقول لك how many brothers أو how many sisters، بس في الحالة دي بقى مش هقول do لكن هقول does. هنا بقى أنا بسأل عن ولد تاني أو عن ذكر تاني، فأقول لك how many brothers does he، how many brothers does he have. طيب لو أنا عايز أذكر أو عايز أعمل mention لإسمه فأقول لك how many brothers does محمد مثلا، does محمد have، how many brothers does محمد have. لو أنا مثلا عايز أسألك عن عدد إخوات بنت معينة هقول لك how many brothers does she، how many brothers does she have. ففي الحالة دي لو سألتك عن ولد هتقول لي he has 3 brothers، he has 2 brothers، he has 4 sisters، وهكذا. أما لو بسألك عن بنت فهتجاوب تقول لي she has 3 uncles، she has 3 aunts، وهكذا. أما بقى لو عايز تسأل عن لون حاجة معينة فهتقول what color. وقدامك في الحالة دي 2 options، لو بتسأل عن color أو لون حاجة واحدة هتقول what color is the pencil، لو بتسأل عن اللون بتاع القلم الرصاص هتقول what color is the pencil. لو بتسأله بقى عن حاجة معروفة يعني حاجة انت وهو فاهمين ايه هي الحاجة دي واتكلمتوا عنها قبل كده وعايز تقوله هي لونها ايه، فهتقول له what color is it. فعشان تجاوب السؤال ده هتقول it's اللي هي it is، هتبقى it's black or it's yellow or it's green، ايا كان الكالر او اللون بتاع الحاجه اللي بتسال عنها. اما بقى لو بتسال عن حاجات كتيره فهتقول what color are the apples، يعني التفاحات دي لونها ايه. what color are the pens، يعني الاقلام دي اللون بتاعها عباره عن ايه. او لو انت مثلا عارف وهو عارف انت بتتكلم عن ايه فهتقول what color are they، يعني هم الوانهم ايه. وعشان تجاوب الكويشن او السؤال ده هتقول they are blue، they are black، they are green، وهكذا.
اخر حاجه معانا في الاسم بتاع النهارده هي الكووت، والكووت بتاع النهارده بيقول be patient be patient better things are coming be patient better things are coming be patient معناها خليك صبور. كلمه patient ممكن تيجي بمعنى مريض اللي هو المريض اللي في المستشفى، او ممكن تيجي برضو بمعنى صبور. ف be patient يعني كن صبورا او خليك صبور. better things يعني اشياء افضل او حاجات احسن من الموجوده حاليا. better things are coming يعني في حاجات كويسه جايه اكتر واحسن من الحاجات الموجوده حاليا. فالكوب بتاع النهارده بيقول be patient better things are coming يعني خليك صبور، في حاجات جايه احسن ان شاء الله في المستقبل. اوكي، اكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون استفدت منها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه، وتتابع كمان الليسونز او الدروس اللي فاتت علشان تقدر تتعلم انجليزي من الصفر خطوه بخطوه من خلال كورس الكمبليتو. انا اسمي احمد حسن، وهدفي اني اساعدك تتعلم انجليزي من الصفر خطوه بخطوه.